سأجرب ركلة رابل الصاروخية. أوه لا، اقذفها، أنا مستعد. هل هذه بيتزا النقانق الساخنة؟ تعال وخذها. آسف للجميع. لا بأس يا روكي، دورية المخلب لا تستسلم. إلى المرمى، هيا ننطلق. هيا نرى إذا كانت دورية المخلب سوف تتغلب على هذا. الطارد أخيرا. نعم. من أين أتوا؟ وجدتها أنا. هدف. أعرف من أحضر تلك السناجب، لكن أولا يجب أن نتأكد أنكم بخير. مارشل، سأهتم بالأمر. الأشعة السينية. أرجلهم تبدو متورمة، سيحتاجون لراحة طويلة. راحة لروكي وتشيس وزوما، سوف نحضر البدلاء. سنلعب. هيا يا تشيكيليتا. ما رأيك في هذا يا قط؟ ماذا؟ غير قانوني. كرة قاع الضباب. نشعر بتحسن. دعنا نلعب. كلاكما سيعود للمباراة. هدف. أوه، ما هذا؟ تعادل ثانية. تعرفون الحل. ليس هكذا تنفخ الكرة أيتها القطة السخيفة. لحسن الحظ لدي كرة أخرى. يسار، يمين، متعرج. أمسكتم. مخلبي ثانية. جهاز التحكم طار مني. سكاي، أحتاج جناحيك للإمساك بتلك القطة. مارشل، صور الكرة لنرى لماذا تطير. حسناً يا مارشل، الحزام. حسناً، طيري ببطء ولا تسرعي. الأشعة السينية، إنها إلكترونية، إنها كرة تتحرك بجهاز تحكم. مارشل، أمسك القطة واركل تلك الكرة في الخليج. سأفعل يا رايدر. 1، 2، 3. أوبس. أولا. ابقي هادئة، لا أريد أن أفقد راكبا. أحسنتم يا جراء. النتيجة متعادلة وراب المصاب. أرنا ركلة مارشل الصاروخية. جميعكم متزلجون رائعون. نتسابق من أجل المتعة يا أليكس. اطمئن، أنا سأركب معك. حقا؟ شكرا يا تشيس. هيا يا جراء، هيا. هيا يا فريق كيتاستروف، الأفضل أن تفوزوا. اجهز واستعد و
يطيرون إلى أسفل المنحدر. إيفرست وارابيل في المقدمة. وهو رائع. أها هيا يا جراء تقدموا. هيا. تعرفون ماذا ستفعلون يا فريقي؟ من يلقي كرات الثلج؟ علم يا سكاي. رابل، إيفرست، تشيس، رايدر. القطة تجاوزت المخاريط في اتجاه الجرف، فلنساعدهم. أنا في الطريق. لا تقلق، اتبع المخاريط يا أليكس، تكاد تصل إلى خط النهاية. حسناً، يمكنني هذا؟ أظن. شكراً يا دورية المخلب. تمسكوا يا قطط، سننقذكم. احترسوا، إنهم قريبون جدا من الحافة، قد لا يصمدون. هاي، أنا أرى خط النهاية، أنا سوف أنجح. اطمئنوا، سنسحبكم. إيفرست، أريدك أن تستخدمي خطافك لإنزالي إلى القطط، وكاسحة الجليد لسحبي لأعلى. علم يا رايدر. لوح التزلج. الخطاف. أنزليني. عندما أقول لك اسحبينا. فهمت. أكثر قليلاً. هنا. حسناً يا إيفرست، اسحبينا. في الحال. هاي، رائع. أنتم محظوظون لوجود إيفرست وبقية الدورية في هذا السباق. لقد خسرتم أمام الجراء. أين كنتم يا جراء؟ وصلت لخط النهاية منذ وقت طويل. يا قطط، إذا احتجتم للمساعدة فقط اطلبوا أو مياو للمساعدة. بروح رياضية، شكرا للجميع. هيا نذهب يا قطط، نعود من أجل باقي الدروس. من سيقوم بجولة أخرى؟